بس شوت عدي فوت لا ملعوبة حلوة موت ما تخافش على الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة ويتحدثون عن الاحترافية إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم وحلقة الخميس من ملك وكتابة حلقة تأتي في مفترق السنين اللحظات الأخيرة في اليوم الأخير من الأسبوع في الأسبوع الأخير من الشهر في الشهر الأخير من السنة في الساعتين الأخيرة من 2020 كل سنة وحضراتكم طيبين لكن لماذا الحديث عن الاحترافية؟ بص يا استاذ ابراهيم احنا عاملين ناخد المصطلحات وناخدها في سياق بعيد جدا لدرجة ان بقى يعني اهدرنا قيمة اي معنى يعني اسمع كلام ناس تطلع تتكلم تقول لك تعاملنا باكبر قدر من الاحترافية واصلحنا معروف ان احنا بنتعامل باحترافية ولما تتمعن وتنظر فيما يفعلون هم أبعد ما يكونون عن هذه الاحترافية عندنا أمثلة بس بعد ما تستعرض محتوى عشان نتكلم في هذا الأمر طيب حلقة النهاردة يا جماعة ما دمنا بنتكلم في اللحظات الأخيرة من سنة بقى وبنستشرف عام جديد هي حلقة تتحدث عن الفضيلة الغائبة الفضيلة الغائبة بالمعنى الحرفي اللي مش موجودة كتير في الملاعب اللي هدفنا واحدة من رسائل البرنامج ان احنا نحاول نرجعها الفضيله الغائبه ربما تلمس مع الاحترافيه بتاعتك اما هي هتعشى مع بعضها وكويس انك يعني اخترت هذه القضيه لان في بوادر الامل ان احنا نسترد هذه الفضيله الغائبه من خلال بعض التصريحات اللي من كبار المسؤولين لكن اللي تحت الحقيقه محتاج الامور تتظبط تحت شويه عشان كده الكلام هيكون في الصميم خليكم معانا بس في الاول عايزين نطمنكم انه للاسف النهارده نتيجه مسحه كورونا غيبت عن الاهلي بالظبط 4 لعيبه جداد وعندنا 3 لعيبه قدام يعني في 7 لعيبه بره مباراه الاهلي ووادي دجله بكره. العينه اثبتت ايجابيه مسحه محمود كهربا، مروان محسن، اكرم توفيق ومحمد هاني. الاربعه عينه ايجابيه. لسه السوليه عينته بتجرى له عينه للتاكد وقفشه نفس الحكايه وطبعا رامي ربيعه نفس الموقف، يعني في 3 لسه ما بين الانتظار ومش جاهزين ثم الاربعه اللي تاكدت عينتهم الايجابيه النهارده عشان يكون في 7 لعيبه بسبب اللي ما يتسمى فيروس كورونا ربنا يحفظكم جميعا بره مباراه الاهلي ووادي دجله بكره اللي مستر بيتسو موسيماني اختار لها باشمهندس قايمه فيها كتير بقى من العناصر الجديدة للشباب اختار طبعا في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير خد محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بنون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأحمد نبيل كوكا ومحمد شكري وعربي بدر وعبد الرحمن مانو وزياد طارق الخمسة الأخرانيين دول شباب طبعا 1 2 3 4 5 على اعتبار ان احنا دلوقتي بنعتبر ريان وصلاح محسن من اصحاب الخبرة فدول بقى العناصر الجداد اللي بيدعم بيهم القائمة لمواجهة هذا الظرف الطارئ الغريب لانه كمان انت عندك طاهر محمد طاهر خرج مصاب من المباراة الأخيرة كان عنده كدمة في الضلوع فبيغيب عن مباراة وادي دجلة وجيرالدو كمان عنده الشد في السمانة وكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول انه هيبدا يعود للتدريبات خلال 10 ايام واديكم شايفين كلها غيابات احنا بنتكلم في 10 11 لاعب مؤكد غيابهم عن هذه المباراه. تشكيل بالكامل يعني بالظبط بيكونوا فرقه ولذلك يعني الناس اللي بتندهش لا قمه لما تبقى 30 حتى ولا 35 في الظروف اللي احنا فيها دي يا دوبك اي فرقه تقدر تعدي الموسم بيه. طيب في الاسبوع الخامس برضو بجانب مباراه الاهلي ووادي دجله بيراميدز هيلعب مع الانتاج الحربي ويوم السبت الزمالك هيلعب انبي وسموحه مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش هيواجه الاتحاد السكندري. امبارح كان الجونه فاز على المقاصه 1-0 المقاولين
فاز على البنك الاهلي 2-0 والمصري فاز على غزل المحله 1-0 وكانت مباريات الاسبوع الخامس افتتحت يوم الثلاث بفوز الاسماعيلي على اسوان 2-0. نتائج عايز اقول لك الدوري السنه دي يعني رغم كل الظروف الصعبه دي لكن الدوري المصري دوري مميز وله طعم وبتتفرج على اي مباراه بتستمتع وما انتش عارف نتيجتها. كمان بنبارك للكابتن محمد مجدي حمزه لاعب الاهلي لالعاب القوى اللي تاهل لدوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو. مجدي فاز بالمركز الاول في دفع الجله ورمى 21.29 متر في بطوله القاهره الكبرى عند الرقم المؤهله لطوكيو. ده واحد من الارقام العالميه اقترب من المستوى العالمي. ايوه فان يبقى عندك بطل بيرمي 21.29 اعتقد ده بمزيد من الاهتمام ممكن يبقى عندنا ناجي اسعد جديد. طيب مصطفى الجمل كان فاز بالمركز الاول في الاطاحه بالمطرقه ورمى 74.50 متر وحقق شهاب عبد العزيز المركز الاول في القرص ورمى 58.95 متر. ام الالعاب في الاهلي بخير. هو الاهلي انت يعني مع الجيش والاهلي هم العاب القوى في مصر. يعني انديه الجيش والاهلي العاب القوى في مصر والاهلي تحديدا لانه من زمان العمليه متجزره جدا ومترسخه وده اللي انا يعني النهارده اصبح الاهلي لديه مسؤوليه. يعني هو لما تشوف ميزانيه العاب القوى في النادي الاهلي لا يعني ميزانيه كبيره جدا لكن لماذا يتحملها الاهلي؟ والناس غير مهتميه بالعاب القوى في مصر للاسف الشديد يعني لان دي مسؤوليته تجاه الرياضه المصريه. طيب مسؤوليه الاهلي تجاه الرياضه المصريه كل سنه وانتم طيبين. الناس اللي بتتكلم على البطولات بقى وقلعه البطولات وقيمه الاهلي والالعاب الرياضيه اللي في الاهلي. عارفين السنه اللي باقي فيها ساعتين وتخلص الاهلي فاز فيها بكام بطوله في الاجنده الرياضيه بتاعته؟ عشان لما بنقول قلعه البطولات ودولاب البطولات يحتاج فعلا متحف كبير للنادي الاهلي. شكلك ناوي تصدمنا بالرقم بس عايزكم تصدقوا الرقم اللي هتسمعوه دلوقتي. الاهلي في خلال 2020 كل سنه وانتم طيبين وكل سنه والاهلي بالرقم ده خد كام بطوله في كل الالعاب اللي بيمارسها في سنه واحده؟ 455 بطوله. ايوه 455 بطوله في كل الالعاب الرياضيه اللي بيمارسها النادي الاهلي وشارك فيها خلال 2020. الناس مش متخيله لان هم بيركزوا على بطولات الالعاب الجماعيه لكن لما اشوف طيب قبل ما استعرض لكم هذه البطولات في كل الاعمار لان احنا بنتكلم ناشئين ونشئات بنبدا من كل البطولات الرسميه اللي النادي بيشارك فيها في كل الاتحادات الرياضيه اللي هو عضو فيها ناشئين ونشئات لغايه مستوى الفريق الاول. اخر لقطه واخر لحظه واخر بطوله واخر فرحه كانت مثيره جدا. اكبر فرحه لحظه تتويج الاهلي ببطوله دوري مرتبط السله. نفرحكم باكثر الثواني اثاره. ابو النصر حاول ياخد منه فاول يسلم لفوده يشوط فوده 3 بوينت ما بتجيش. الريباوند عند مين؟ ايوه كده ايوه النادي الاهلي يفوز الله اكبر النادي الاهلي يفوز بالمرتبط الف مبروك للنادي الاهلي يفعلها النادي الاهلي في ظل ظروف صعبه ومريره تجاهه النادي الاهلي يفعلها بكل مقاييس النجاح والقوه. هي دي روح النادي الاهلي هي دي رجاله النادي الاهلي هو دول ابطال النادي الاهلي. اذكرونا اذكر الله والله خير الماكرين. النادي الاهلي ابطال ابطال ابطال. مبروك 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 للنادي الاهلي فوزه على فريق كبير وكبير دي بمعانيها بكل ما تأتت الكلمه من معنى. نادي الاتحاد السكندري الكبير جدا وصاحب البطولات ياتي الفوز على نادي كبير. مبروك للنادي الاهلي الف مليون مبروك حصوله على دوري المرتبط الف مبروك. وادي مودي الجرحي الاهلي وشعار النادي الاهلي مليون مبروك لكل الاهلاويه وكل الناس اللي اتفرجت علينا الف مليون مبروك. انا مش عارف اتكلم بصراحه انا
يعني انا كنت اتمنى تيجي الدقيقه الاخرانيه، انت احنا جبنا لكم الفرحه، لكن لماذا الفرحه عارمه؟ لازم نعرف كواليسها. احنا طول المباراه لم نتقدم الا في اخر دقيقه، احنا كنا في وقت من الاوقات بعد الفتره الثانيه متاخرين ب 21 بونت يا استاذ ابراهيم. انا كنت بقلب وارجع اقلب وارجع 21 بونت، قلت لا دي هتخلص لها 30 40 بونت. ما بعدين بقيت اتلصص كده وارجع علينا بنقرب الدقيقة 58 يبدأ الأهلي يتقدم لأول مرة في المباراة، وإيهاب أمين الذي غاب عن المباراة السابقة هو زميله الجندي عمرو الجندي الاثنين، ومعاهم طبعا طارق عمر طارق، ومعاهم عبد الفضيل، يعني خمسة من اللاعيبه الدوليين او محمد مصطفى، خمسه من منتخب مصر غابوا بسبب الكورونا، ويعود قبل ساعات من المباراه اثنين منهم. الاثنين دول انا بتوقف ليه عندهم؟ عمرو الجندي وعمر طارق وإيهاب امين، لان الاثنين كان لهم دور كبير جدا، وخصوصا إيهاب امين في اللحظات الأخرانية هو صاحب آخر ست نقاط التي استطاع الأهلي أن يعوض وأن يتقدم بيها. وبعد كده فاضل كان 13 ثانية، احتبست الأنفاس وهم بيرموا. سيف سمير بقى لا سيف سمير طبعا حسمها بآخر بالأخيرة بالأخرانية بتمرير عبقرية من أليكس ولا مش عارف من مين الحقيقة، من عمرو الجندي. الحقيقه ملحمه ملحمه ملحمه. انت الماتش اللي فات لعبت ناقص جدا وكنت كسبان لاخر وقت، وبعدين باتنين تكنيكال فاول تخسر المباراه. ايوه فخلاص الاتحاد السكندري ضامن. احنا كسبنا المرتبط الماتشين وكسبنا الماتش الحاسم، ولذلك هي بطوله من البطولات النادره والغاليه جدا جدا جدا. كل التحيه والفخر. كرة السلة بتتبني بقالها سنتين يا أستاذ إبراهيم. أيوة. يعني أنا ما زلت أتذكر مش السنة دي اللي قبليها، وبيكلمني الكابتن رفعت عبد القادر بيقول لي بقول لك إيه؟ أنا عايزك تفضلي السنة دي. في اتجاه إن المجلس قال لي ركز معايا بقى، عايزين نبني الهاند بول والبول إحنا مطمنين والباسكت بول. والحقيقة على مدى سنتين تم بناء فريق هايل جدا في الباسكت، عشان كده كنا حريصين ان النادي لازم تبتدي ببطوله. ايوه يعني كان هيبقى ضربه قاسيه ان الاهلي ما يكسبش البطوله دي، لانه جايب تدعيمات هايله جدا وصارف مبالغ. ومن السنه اللي فاتت حتى الموسم اللي فات بيلعبوا فاينل كلهم. لا ما هو ابتديت السنه اللي فاتت وزودت السنه دي كملت بعمرو الجندي صحيح واعتقد مش عارف حاتم جه السنه دي ولا السنه اللي فاتت، اعتقد السنه دي برضه. لكن اللي عايز اقوله لك عندنا فريق كويس قوي دلوقتي، وبعدين الجميل بقى انت هتستعرض البطولات هتلاحظ ان الاهلي هو في المراحل السنيه ناشئين وناشئات يكتسح البطولات الجماعيه والفرديه، وهو ده المهم. واحنا بنتكلم على اللي جاي لازم نبقى باصين ولادنا الصغيرين فين، حجم البطولات في الناشئين فين، لان هي دي القاعده بتاعت المستقبل. هم دول ابطال المواسم اللي جايه ان شاء الله، هم دول اللي هيحافظوا على قيمه بطولات النادي الاهلي. لازم يا استاذ ابراهيم عشان الناس تبقى فاهمه بس انا ما كملتلكش الجزئيه دي. فلما رؤوف كلمني قلت له رؤوف يعني في اتجاه من المجلس ان الدعم الحقيقي اللي ده هيكلفنا، قال اوكي. فكل ما نجيب لعيب يكلمني رؤوف يقول لي انا مكسوف اطلب لعيب تاني، كلم الكابتن الخطيب فبقى يحدف عليا، اكلم كابتن خطيب يقول لي معاك بعدين معاك يا عم عادل، احنا تاخدونا واحده ورا الثانيه كده كل مره تقول هو ده اللي هيظبط. الحقيقه لم يبخل مجلس الاداره باي دعم، وصرفنا مبالغ محترمه عشان نبني فرق محترمه. فانا مبسوط جدا انك انت لما تاخد بالاسباب تحقق النتيجه، توصل لده. تكون النتيجة إيه بقى السنة دي اللي بنهني الكابتن رؤوف عبد القادر وإدارة النشاط الرياضي وكل هذه الفرق الرياضية البطلة؟ لانه لما يبقى عندنا في كرة السلة على سبيل المثال الاهلي حقق في 2020 12 بطولة في كرة السلة، طبعا
اجمل بطوله وامتع بطوله، بطوله الدوري، دوري المرتبط الاخير، وشفت الاولاد اللي 16 سنه ودول نواه المستقبل الكبير للسله الاهلاويه ان شاء الله. على مستوى الفريق الاول للرجال الاهلي حقق هذه البطوله. على مستوى السيدات بقى، الانسات فازوا باربع بطولات السنه دي، الناشئين بطولتين، الناشئات خمس بطولات، يعني خمسه ناشئات، اثنين ناشئين، اربعه البنات الفريق الاول، وبطوله للرجال في الفريق الاول. 12 بطوله في كره السله للاهلي في 2020. الكره الطايره بقى حدث ولا حرج. في الكره الطايره اللي حصلني كسرني، الاهلي في حته تانيه خالص، حقق في خلال 2020 18 بطوله. بسم الله ما شاء الله عليهم يعني. الفريق الاول حقق ثلاثيه. البنات في الفريق الاول جابوا بطولتين، الناشئين جابوا خمس بطولات، الناشئات جابوا ثمان بطولات. بصوا للحصاد، 18 بطوله للطايره الحمراء في 2020. طبعا كره القدم ثلاث بطولات، الثلاثيه السنه دي. الثلاثيه السنه دي في كره القدم طبعا مسابقات قطاع الناشئين في كره القدم ما كانش الموسم استكمل. كان الاتحاد السابق او اللجنه الخماسيه وقفته عند الالغاء. وكان متصدر اكتر من مسابقه. كره اليد بقى هي برضو في الالعاب الجماعيه ما شاء الله، 21 بطوله في كره اليد. فريق الرجال والسيدات بطولاتهم في الفريق الاول لسه لم تستكمل. يعني الدوري الجديد بدا للرجال والسيدات، لكن الموسم الماضي حتى الان لم يحسم، ما زال معلق. كان فاضل ماتشين الزمالك والاهلي، كان الزمالك عنده فرصه اعلى، لكن الاهلي كان بينافس بقوه، لو كسب هياخدهم. بالظبط. فدول اللقبين المجمدين حتى الان. لكن على مستوى الناشئين في كره اليد سبع بطولات للنادي الاهلي، في الناشئات 14 بطوله للنادي الاهلي. يعني 21 بطوله في الهاندبول، 12 بطوله في الباسكت، 18 بطوله في الطايره. في انديه ممكن تقعد عمرها ما تجيبش ربع الكلام ده طوال تاريخها. بكلمكم على حصاد سنه واحده في 2020. في العاب القوه ام الالعاب اللي لسه المهندس عدل اتكلم على الابطال المطرقه والجله والقرص، 40 بطوله في كل الالعاب للنادي الاهلي. رجال وسيدات وناشئين وناشئات. رجال 20 وسيدات 20. في مختلف الاعمار بنتكلم في 40 بطوله للنادي الاهلي. الجمباز بقى حاجه مرعبة. جمباز حدث ولا حرج. شوف انا عايز الجمباز، انت الجمباز كان في النادي الاهلي من كام سنه يعني مش على الخريطه قوي. لكن الاعتناء بقى بالجمباز والصاله الجديده والادوات الجديده، وهو حتى مع الوزير اشرف صبحي من السنه اللي فاتت لما راح افتتح وشاف هذه الامكانيات، كانت ارهاصه التطوير اللي هيحصل والطفره اللي هتحصل. 161 بطوله في الجمباز. لانه لو شفتوا الصاله يا جماعه اللي مجلس الاداره عملها وصمم على انه يستكملها بكل اجهزتها، دي المفرخه الحقيقيه. برضو دي الاخذ بالاسباب. انت هترجع تاني ان الجهد الاداري اللي ورا الجهد والنجاح الفني. ايوه. لازم هتلاقي جهد اداري يعني مميز جدا، منظم جدا، بيخطط صح وما بيبخلش وبيحط اهداف ويوصل لها. 161 بطوله في الجمباز للنادي الاهلي. في تنس الطاوله 21 بطوله. في الكاراتيه 52 بطولة. في التنس بطولة. في السباحة القصيرة 52 بطولة. في سباحة المياه المفتوحة 14 بطولة وبطولة الغطس. في السباحة التوقيعية 6 بطولات وفي كرة المية 3 بطولات، عشان يكون الإجمالي 455 بطولة للأهلي في 2020. لما نيجي نقول إن النادي الأهلي هو يعني يعني مصنع الابطال في مصر، ها ما هوش من فراغ، مش بنزايد على على او بنزكي انفسنا، لا ده احنا بنقول واقع، بنعكس واقع. الناس يمكن مركزين على كره القدم لكن مش شايفين الدور اللي بيلعبه النادي الاهلي على الساحه الرياضيه. دي مفرخه الجمباز بقى. ايوه. بصوا الامكانيات اللي النادي بيوفرها، والشيء الرائع الحقيقه انه معظم هذه الالعاب بنسبه تزيد عن 98% ولاد الاعضاء. استاذ ابراهيم. في مثل في الرياضه. اعطيني ملعبا اعطيك بطلا. اعطيك بطلا. وملعبا هنا يعني ايه؟ امكانيات، مش الملعب يعني بمعناه بالظبط المحدد. وفر لي اجهزه ومدربين ومناخ وميزانيه خذ بالاسباب
اعمل اللي عليك هتوصل للنتائج. ده شيء مؤكد في عالم الرياضة. كمان في كرة القدم عايز أقول لكم إنه خلال 2020 ما دمنا بنلم الورق بتاعنا كل سنة وأنتم طيبين، في 2020 في كرة القدم في ثلاثية الأهلي الرائعة جدا، الأهلي سجل 81 هدف بنسبة 1.8 هدف في كل مباراة. بصوا النسبة مرتفعة إزاي، 1.8 هدف في كل مباراة. دخل مرماه 16 هدف فقط بواقع 37% هدف في كل مباراة، يعني تلت جون تقريبا في كل مباراة. ده إجمالي مباريات الأهلي في كرة القدم اللي جابت الثلاثية. بس ما جابتش الثلاثية بس، ده جابت لقب سقف فيه العالم كله للنادي الأهلي. لحظات فعلا الفخر والزهو بالأهلي، لأنه العالم كله صفق للأهلي وأسطورته. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه طبعا هنقف كتير عند لحظات الزهو بالاهلي اللي العالم كله سقف فيها لنادي القرن في افريقيا والاكثر تتويجا بالبطولات في القاره السمراء وفي الشرق الاوسط. لحظات فعلا تخليك تفخر ان انت اهلاوي، وكانت مسك الختام لسنه 2020 الاهلاويه بامتياز. لكن المهندس عدي كان اختار في البدايه الجمله الاستهلاليه الحديث عن الاحترافيه. ما اقدرش اعديها لك من غير ما اقول لك ايه الموضوع. موضوع ان احنا من ساعه ما الكابتن رمضان اختار انه يروح بيراميد، ونحن هو بيقول لك يعني كان طلع يعني حد لا علاقه بالتعاقدات في نادي بيراميدز في مداخله، وجاب سيره النادي الاهلي، جاب سيره النادي الاهلي الحقيقه برضه بطريقه غير لائقه، وتحدث على ان كابتن رمضان صبحي الذي يعني يتعرض لعمليه اغتيال معنوي رغم ان اتعاملوا معاه باحترافيه والاحتراف بيقولوا، وهكذا يتحدثون ويصدرون المشهد. اللي لازم الناس تفهمه ان الموضوع مش موضوع ان الكابتن رمضان اختار ايه، انما اختار ازاي، علق ازاي بعد كده. طيب ما تخليني ماليش دعوه برمضان صبحي، خلينا مين عمرو بسيوني. ما انا عايز اقول لك الاول. ما انا هقول لك. انا جاي لك. فاللي بيصدروا اللي عاملين المشكله الكابتن رمضان، على فكره الناس اللي وراه اللي زي الاستاذ عمرو بسيوني ده. انا يعني انت بتسالني هو مين؟ هو انا اول مره شفته مع الاستاذ ممدوح عيد. كان جاي الاستاذ ممدوح عيد في فتره الانتقالات، مش دلوقتي، قبل ما يروح بيراميدز بيعرض علينا لعيبه ومعاه الاستاذ عمرو. وقال لي ده بيساعدني يعني. ما اعرفش ايه الهيستوري بتاعه الحقيقه، ما اعرفش يعني. انما بعد كده فوجئت ان لما كابتن ممدوح عيد راح بيراميدز خده معاه. اذا هو راجل لا علاقه بانتقالات اللاعبين، هو قدمه لك كوكيل لاعبين او سمسار. ايوه طبعا سمسار، مش وكيل معتمد. لا ما اعرفش، ما اظنش انه معتمد. لكن هو من بطن ممدوح عيد. حلو، من بطن ممدوح عيد. طيب هو 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 المشكله فين؟ المشكله ان انا لما اجيب لعيب ما يبقاش كل همي المكايده. أنا بتكلم على المسؤولين، ماليش دعوة بالجماهير، الجماهير تغيظ بعض زي ما هي عايزة. لكن أنا كمسؤول ما بقاش جايب اللعيب وأنا كل همي إن أنا لما أقدمه يقول هس يطلع لسانه للجمهور وللنادي، ويقول لك أنا جيت عشان الطموح، وكأنه ينتقل من نادي مغمور برضه مش بتاعتنا. إيه لا، أنت بتصدره، أنت مدير أعماله خلاص. أنت الراجل اللي جبته وأقنعته إنه يروح بيراميدز. لكن انت خليته ايه المسج بتاعته بعد ما ساب الاهلي؟ مسج سلبيه اثارت الجماهير. لما يطلع الاستاذ عمرو بسيوني بقى عايز، هو متضايق ان في الجماهير يعني متحامله، خلاص متضايقه، ما هو متضايقه نتيجه استفزازها، هي شغاله رد فعل. وهي ليه ما اتضايقتش من الكابتن احمد فتحي؟ لانه ما استفزهمش باختصار. ما علينا، لكن مين الاستاذ، لازم نرجع فلاش باك، معلش لازم احكيها. انا اول ما عرفتي بالاستاذ ممدوح عيد، بس اقول لك مين عمرو بسيوني، احتجت اقول لك مين ممدوح عيد. ده الاهم. انا اللي يهمني ممدوح. ممدوح عيد يا سيدي دلوقتي هو يا جماعه المدير التنفيذي، ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز. اول مره يعني اسمع عنه كابتن خطيب، وانا يعني الكابتن حسن حمدي قال لي عدلي تعالى في لجنه
علشان في خبير جاي من الارسنال مستشار التسويق بتاع الارسنال هيقول لنا خبرته يعني زي نوع من الايه المحاضره التثقيفيه او سيمينار كده يعني عديه بقى فوق. ده كابتن حسن بيقول لك فانا طبعا كنت مقدم مشروع معين للكابتن حسن لتطوير تقييم اللعيبه وازاي نسوقها وازاي نقيم اللعيبه اللي جايه وكنت مقدمه له. فقال لي تعالى لي بدري شويه نناقش الموضوع ده. فقعدت اناقش معاه وبتاع بتفاصيل وازاي احنا نتحرك فيه. قعدنا مده فين 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 بعد شويه لقينا حد داخل احنا مستنيين خواجه بقى. لقينا اللي اتضح ان هو ممدوح عيد داخل ويتحدث. قال له انت الخبير بتاع الارسنال؟ قال له انا شغال الكابتن حسن. فقال له طيب قول لنا ايه الجديد اللي تقدر تضيفه من ثقافه التسويق وخبراتك فتحدث. فالكابتن حسن راح عامل كده قال له انت ما تقدمش اي حاجه جديده، الورق اللي قدامه اهو جزء منه في اللي انت بتقوله دلوقتي. ايه المختلف؟ ايه اللي احنا تقدر تضيفه لهم؟ المهم بعد شويه انا فوجئت انه اتعين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي اداري في قطاع الناشئين. برضه ظهر حاجه، ظهر قال طب نبتدي تجربته من قطاع الناشئين يقيم لنا يعمل لنا حاجه. لكن كل اللي خدناه منه انه خد احمد كوكا، احمد حسن كوكا، احمد حسن كوكا وهربه الى البرتغال. فطبعا الكابتن حسن فتح تحقيق اتضح تورط الاستاذ ممدوح، فخد قرار قال له انا بعينك عشان تاخد اللعيبه وتحتك بيها وتوديها اللعيبه المميزه بره تهربها. خصوصا ان كان كوكا اتصعد مع جوسيه في الوقت ده. المهم انا مش عايز اتكلم في التفصيله دي. خد قرار كابتن حسن مشاه ومنع التعامل معاه في النادي الاهلي. منع التعامل مع ممدوح عيد. لكن بقينا نشوفه بعض المناسبات يقحم نفسه ويجي زي كاس العالم اللي كان في المغرب، وبعد كده وقتها كان الكابتن احمد فتحي واتضح ان هو وكيل الكابتن احمد فتحي، ورجع الكابتن احمد فتحي راح على يعني في كل مره ياسر على المشهد بياخد لعيب من النادي الاهلي يخرجه من النادي الاهلي. خلاص هو اقتضى دي شغلته. لكن انت بقى لما تروح وقد يعني بخلفيه معينه انت عملت ايه مع النادي الاهلي، ما تجيش كمان تبقى كل همك. اصل بص الاستاذ عمرو بسيوني بما اننا نتحدث على الاحترافيه، هو الاحترافيه يعني ايه؟ انك في مؤسسه كل واحد عارف دوره ولا احد يتجاوز في دور الثاني. يعني لما كان بيطلع مثلا حاجه في متحدث عن الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ، في متحدث عن عن مجلس الاداره والنادي ككل استاذ شريف، والمتحدث عن المجلس في قراراته شريف فؤاد، شريف فؤاد مدير النادي متحدث عن بعض الامور محدده، ما حدش بيخش في شغل التاني. لدرجه ان احنا ما كنا بنتناول قضايا كنا بنقول ده راي البرنامج مش راي المجلس. أيوه. عشان ما صدرش مشكله. فلو الكلام اللي قاله الاستاذ عمرو بسيوني راي النادي بيراميدز هنرده بقى بشكل مختلف خالص، لان عيب انك تتكلم عن النادي الاهلي وتقول اذا كنتوا انتوا بقى عايزين تعرفوا طب قولوا لنا من البطولات بتاخدوها بايه، بتاخدوها ازاي. شغل بقى ده شغل الناس قاعده على القهوه، مش شغل واحد يتحدث عن نادي منافس. لكن لو هو بيعبر عن رايه لا 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 هنتجاهل هذا الامر. فانا بتوجه الى اصحاب نادي بيراميدز وكلهم هم دول المحترفين، هم دول اللي عاملين تجارب الملاك اصحاب الشأن اللي لما يطلعوا يتكلموا على الانديه اللي بينافسوها باحترام، وفي نفس الوقت مؤكد لا يقبلوا هذه الفوضى والعشوائيه. هذه العشوائيه ان كل واحد يتكلم وقت ما يحب ويطلع، لا ولا يقبلوا انه يا جماعه بيراميدز نادي ضمن ال 18 نادي في الدوري الممتاز المصري، كل الانديه ليها احترام وتقدير، ما لناش دعوه برضو فكره المكايده وليه اتعمل بيراميدز ده من الاصل، يعني كلكم عارفين. لكن هنفضل لامتى كل الناس اللي تشتغل في المكان ده كل همها مكايده الاهلي، الاساءه للاهلي، التجريح للاهلي، الضغط على جماهير الاهلي، وكل شويه يطلع حد كده ملوش اي حاجه ولا حد يعرف مين ده استاذ ابراهيم علشان بس يضغط على الاهلي او يسيء للنادي الاهلي لدرجه التشكيك في بطولات النادي الاهلي. استاذ ابراهيم لامتى؟ لو دخلنا في التفاصيل في كتير جدا، بس انا هو قال نقطتين في منتهى الخطوره. ما انتوا عايزين مش عارف ايه، ما تقولوا لنا الاهلي بيكسب ازاي. انت احنا مش قاعدين على القهوه. انت مين؟ انت بتتكلم باسم ناديك، نرد بقى على ناديك نقول له بيكسب ازاي.
للنادي الاهلي لم يسبقك ب 107 سنه ها ولا 105 سنه تقف بعيد. يعني انت مين يتعلم من مين يا اخوانا؟ وما فيش مشكله نتعلم كل حاجه لو ان هناك جديد، لكن انك انت كل همك انك تطلع تلاقح كلام يبقى ده رايك الشخصي. انا اعتقد ان ده كلام لا يمكن يقبل لان هذه عشوائيه. هل هو المتحدث الرسمي استاذ ابراهيم؟ ما هو ده الكلام بقى للساده ملاك ومسؤولي نادي بيراميدز. بس انا عايز احدد حاجه، ما هي دي بقى الاحترافيه، ان انت لما تحب حاجه تعبر عن نادي بيراميدز واصحابه يطلع متحدث رسمي مسؤول يقول وجهه نظر اصحاب النادي ومجلس ادارته، مش وجهه نظره. هو مش جاي نقعد نلاقح كلام على بعض. انت عارف الكلام ده، الكلام ده حتى بما فيه من تلقيح لشويه كلام صغير قوي استفز صديقنا العزيز الاستاذ محمد شبان. طب استنى قبل ما تروح شبان، لان في قضيه ثانيه اخطر. من ضمن اللي ذكره وهذا كلام ينبغي التحقيق فيه بقى. ما ينفعش انه يعدي كده. وده قمه العشوائيه اللي ما فيهاش اي نوع من الاحترافيه، ان يطلع واحد يتصدر ويقول معلومات مؤكد لو اتحقق فيها ستصيب بالضرر المكان اللي هو فيه، اللي هي ايه؟ اللي بيقولوا ان لا طبعا هو مش عشان الطموح. ماشي، انت شايف نفسك اكبر من كل الانديه وحققت انجازات اكبر من اي حد، فاللي جاي لك جاي لك عشان الطموح، وده بدليل انه خد اقل من لعيبه كتير في مصر. خد اقل من لعيبه كتير في مصر ده معناها ايه؟ كل مصر عارفه المبالغ اللي تم تداولها، وبالمنطق طب عارفه ان النادي الاهلي عارف هو عرض ايه. هل معقوله كابتن رمضان هيسيب مبالغ في النادي الاهلي اكتر من اللي خدها في بيراميد؟ هو اخونا ابو المعطي زكي الحقيقه عمل فيديو اتكلم فيه على قصه هذه العقود اللي في اتحاد الكره ومدى سلامتها، لانه واضح ان فيها ارقام ربما كان للتحايل على الضرائب المستحقه، للتعامل للتحايل على حقوق عامه فيها. دي مسؤوليه جهات مسؤوله او قضيه جهات مسؤوله تحقق فيها، لكن هي بتثير من جديد قضيه الشفافيه الماليه. ايوه ده اللي انا عايز اقول، مفيش حل يا جماعه. هو طبعا انت تقدر تقول الكلام ده لان اللي موجود في الورق غير حقيقه ما يحدث. بالظبط، لان مش معقوله النادي الاهلي وقد دفع قبل كده حوالي 1,800,000 يورو وبعدين دفع عرض 3.25 مليون استرليني او استرليني 3.25 مليون استرليني انه هيقبل اقل من المبلغ ده. فاذا بس هو النادي هو ليه ليه بتعمل ارقام اقل بالنسبه لعقود اللاعب؟ طبعا دي علشان فيها ضرائب وفيها نسب للاتحاد وفيها حاجات كده. اذا ده كلام في منتهى الخطوره انك تقدم عقد باقل من حقيقته، ده يستوجب التحقيق. بالنسبه لو انت اتفقت مع هيدرسفيلد على انك تعلنوا رقم اقل من اللي كان عرضه النادي الاهلي على الاقل، وده مش منطقي. يعني الاهلي اذا كان عرض 3.25 يبقى هيطلب 4، نادي هيدرسفيلد من اي نادي تاني؟ يبقى انت جاي على حقوق النادي الاهلي اللي له نسبه من اعاده بيع رمضان صبحي، يبقى هذا ايضا تحايل مالي. هذا الامر اذا ذهب به النادي الاهلي الى الاتحاد الدولي وحصل فيه تحقيق قد تكون هناك مفاجات كثيره. وانا هنا بقى دي انا مش بتكلم على موقف النادي الاهلي، بتكلم وجهه نظر. انا بتكلم تحليل. هذا تحليل رؤيتك انت، مش رؤيتي، رؤيه اللوائح بتقول ايه. يعني مش وجهه نظر، انا مش بتكلم في وجهه نظر حتى، انا بقول هذا الشفافيه الماليه هو ده كبد الحقيقه. صرفت كام؟ اللي صرفته ده صح ولا غلط؟ مصدر الفلوس ايه؟ ده ثلاث مبادئ انت ملزم ان تعلن عنها. في البلد بقى اذا كان حد يعني قدم حاجه علشان يهرب من حق من حقوق الدوله، ده مسؤوليه جهات الدوله. جهات الدوله. طيب قلت لكم اخونا محمد شبان الحقيقه استفزوا هذا العمر البسيوني، استفزوا فعلا في كلامه اللي فيه كل هذه الاساءات للنادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي من غير ما حد يعرف هو مين اصلا عمرو بسيوني ده. شبان حاول يتساءل وقال رايه. كده ظهرت امبارح في التلفزيون في بعض المحطات يعني ولا ايه، وتصريحات صدرت من حد اسمه عمرو بسيوني في بيراميدز. الاول عايز اعرف مين عمرو بسيوني، يعني هو بيقولوا ماسك التعاقدات حاجه كده يعني، بس هو مين عمرو بسيوني؟ لانه امبارح شفت له تصريحات همجيه، يعني في بعض الالفاظ بتبقى فعلا دقيقه. ده اسمه التصريح الهمجي.
عارف انت لما واحد يعني يعمل نفسه بيدافع في ام ناطح، هذا عامل كده، دخل نطح يعني قال لك ان مباراه الاهلي والزمالك اتاجلت لان الاهلي والزمالك عندهم حالات كورونا. طب فيقولوا له يا ابن الامن، الامن اللي اجل يعني انت؟ لا 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 لا، ما هو على مين الكلام ده، ما احنا فاهمين كل ايه يا عم انت، ده ايه الزنط اللي ظهر يعني؟ عارف انت نبت شيطاني كده يظهر فجاه في مكان فتقول ايه ده، مين ده؟ وان رمضان صبحي بيتعرض لارهاب معنوي، ارهاب معنوي وفكره، ومش فاهم بيقول ايه. طبعا يعني ايه ارهاب معنوي وفكري؟ هو مش فاهم دقه الالفاظ اللي بيقولها يعني. علشان خاطر رمضان صبحي المقدمين كل شويه يقولوا طموح ايه اللي هو رايح له في بيراميدز، وفي طموح اكتر من الاهلي، وفي بطولات اكتر من انك تجيبها مع الاهلي، وهو مش عاجبه ان المذيعين بيقولوا كده يعني. وانا ما اعرفش هو يعني ما يتعرض له ايه، اللي بيتعرض ليه رمضان وهو رمضان صبحي دلوقتي لاعب في منتخب مصر. وما ظنش ان الاعلام لما الكابتن حسام البدري ضم رمضان صبحي لمنتخب مصر وهو في عز معمعته ومشكلته وازمته وانتقاله من الاهلي لبيراميدز، ما اعتقدش الاعلام رفض، او يعني مسكوا حسام البدري يعني من فوق لتحت، ما حصلش يعني، عادي خالص خالص يا. كل الناس كانت مستغربه ان ازاي في لعيب يسيب الاهلي او الزمالك الانديه دي يروح بيراميدز. فده كان مصدر الاندهاش ومصدر ان الناس كانت بتستعجب، وان الصفقه خدت اكتر من حقها. ليس اكثر من ذلك يعني، على فكره رمضان صبحي مشي والاهلي كسب افريقيا وكسب دوري وكسب كاس وكسب كل حاجه يعني. فالاخ عمرو بسيونه بس عايز حد يقول لي هو مين، والله انا ما اعرف يعني. هذه النطحات والشطحات، حد قال له الظاهر ادخل دافع عن بيراميدز، او ادخل، او عشان كسبوا امبارح سيراميكا كليوباترا، ممكن سيراميكا دلوقتي بقى فرقه تقيله، لما بيراميدز بيكسب بينتعش، فالناس بتاخد يعني بتشرب بريل زي ما بيقولوا. فمش عارف يعني، مش عايز اديله اكتر من كده يعني، يا دوب كده كتير عليه. لكن انا بقول له اهدى، اولا لا مجالك ولا مكانك ولا اسلوب ولا طريقه اللي انت بتتكلم بيها اساسا. يعني اظن حتى الاستاذ محمد شبانه يعني اعترض على الاسلوب بتاع الكلام وتليح الكلام، لا دي مش اسباب امنيه يعني، هم مش عارفين الجدول من الاول، مش عارفين مش عارف ايه. دي مساله برضو ما تخصناش، تخص اتحاد الكوره وتخص الجهات صاحبه القرار. وهنا كلمه الاحترافيه، هل من الاحترافيه يطلع حد مش مدرك خطوره كل كلمه بتتقال، يتحدث باسم النادي؟ هل هو يتحدث باسم النادي او بيتحدث باسمه؟ دي نقطه مهمه جدا. على كل حال مش عايزين نتوقف امام الموضوع ده اكتر من كده، عشان احنا يعني الحقيقه الاستاذ محمد شبانه يعني وفق. يعني هو ال- 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 اللي استفز الاستاذ محمد شبانه، هو اللي استفز كل الناس. فجاه يطلع حد محدش عارف هو مين، ايه الخلفيه بتاع ايه، دوره كان إيه؟ فين بيعمل ايه، لعب فين، كينونته ايه، كل الاسئله ديت محدش عارفها. فيطلع لما يطلع يشكك في بطولات الاهلي يقول لك ما انت لو عايزين نقول ان انتم بتكسبوا البطولات او كانوا بيكسبوا البطولات ازاي نقول؟ لا ما تقول، لو تعرف حاجه قولها. لكن لو انت عايز تشكك في موقف الامن في تاجيل مباراه الاهلي والزمالك، تقدر وانت مسؤول في نادي بيراميدز تقول لممدوح عيد يا سيدي اتصل بجهات الامن وقول لهم انتوا اجلتوا ماتش الاهلي والزمالك ليه؟ هو المدير التنفيذي. تقدر تعرف من القائمين على الامر. لكن حد بخلفيه زيرو يتطاول على النادي الاهلي ويثير جماهير النادي الاهلي، فالسؤال للساده ملاك نادي بيراميدز. نتجاوز مرحله النشاه والتاسيس والمكايده وتفصيلاتها، النادي الاهلي بكل جمهوره هيفضل دايما وابدا في مرمى الانتقادات والتطاول والتجريح من القائمين على هذا الكيان نادي بيراميدز. هل هي دي العلاقه اللي انتم شايفينها المفروض تستمر، ولا الناس تحترم بعضيها والناس تقدر بعضيها، ويبقى نادي بيراميدز زيه زي ال 18 نادي اللي في الدوري، زي ال 17 نادي الاخرين، الكل بيسوده للاحترام؟ لانه زي ما قلت لكم في البدايه، الفضيله الغائبه هي اللي بندور عليها، واللي بعد الفاصل هيبقى لنا كلام مهم جدا معاه.
اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم في الحلقه الاخيره من عام 2020. واوعوا تنسوا انه في 2020 الاهلي جاب 455 بطوله في كل الالعاب ومسكوا الخشب. كنا بنتكلم على الفضيله الغائبه، الاحترام. كل اللي قاله المهندس عدلي قبل الفاصل عن الاحترافيه اساسها الاحترام. مش معقوله ابدا يطلع مدرب ولا مدير كوره يهاجم بيتسو موسيماني او محلل يقعد يتكلم كلام ملوش اي 60 لازمه في التقليل من شأن واحد. مش عايزين نتعلم الاحترام، مش عايزين نتعلم ازاي نحترم بعض، مش عايزين نتعلم ازاي نتنافس باحترام. مش مركزين على الموضوع. يعني بت 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 بتنتقدني، انتقد طريقه ادائي، انتقد كلمني فنيا، كلمني فنيا ان ايه الهكس والتهريج؟ حد يتكلم على الناس بالاستسهال ده وبالهكس ده، وازاي ده يكون لغه اعلام برضو يا جماعه؟ ازاي؟ الفضيله الغائبه، الاحترام. الاحترام ده فريضه علشان تسود الحركه الرياضيه كلها، الاخلاق والروح. وكان في بعض النماذج بتدينا امل يعني. اتكلمنا على الكلام الفارغ اللي بيطلع من اي حد مسؤول وما هوش مسؤول في بيراميدز او غيره، شغال اللي شغاله، بس تشوفوا السلوك المحترم بقى لواحد ارجنتيني. اللي مش متعلم يتعلم، واللي ما ترباش تربيه رياضيه سليمه يتربى عشان يعرف ازاي يتحدث على المنافسين باحترام في نفس النادي. اروى بارينا المدير الفني الارجنتيني لنادي بيراميدز، شوفوه لما بيتكلم على بيتسو موسيماني وعلى النادي الاهلي مع الكابتن احمد شوبير، رايه ايه بعيدا عن الهجاصين التانيين دول؟ شايف الاهلي ازاي؟ شايف موسيماني اول تجربه في تاريخ مصر مدرب افريقي. الاهلي دايما كان بيجيب لنا مدربين اجانب من المانيا، من اسبانيا، عندنا مدربين كتير جدا من مختلف انحاء اوروبا، برتغال وغيرها، لكن هذه التجربه الافريقيه ونجاح. جه المدرب جاء في فتره ليست بالسهله، ولكن النتائج تتحدث من بدايه الموسم الى وقتنا الحاضر، واعتقد الفريق بيأدي بشكل جيد جدا. الاهلي في لاعبين ممتازين، وملحوظ الفكر المدرب وبصمته. ملحوظ فكر المدرب وبصمته، الاهلي بيأدي بشكل اكثر من جيد جدا ورائع، والمدرب بصمته على الفريق واضحه، والاهلي بيستحق اللي هو بيعمله. هو ده بيرد على السؤال كيف يفوز الاهلي. كيف يفوز الاهلي؟ وبعدين عايز قال لك المسؤول اللي عندك كيف يفوز الاهلي؟ تتكلم على مين اللي بيمشي من الاهلي؟ الخارج مفقود، صدقني مع الاهلي الخارج مفقود والداخل مولود. وده مش راينا، ده راي واحد مدرب كبير جدا، واحد من خبراء تدريب حراس المرمى في مصر، وابن نادي الزمالك الكابتن فكري صالح. في اون تايم سبورتس نشوفه ورايه في الناس اللي بتخرج من النادي الاهلي مولوده ولا مفقوده، ووجهه نظره ايه. رايك في قرار رمضان صبحي بعدم استكمال مسيرته في الاهلي؟ لا، انا بقول هو خسر كتير، لان انا هرجع فلاش باك وانا ماسك منتخب مصر للشباب اللي هو كان بيلعب كاس عالم. جالي عصام الحضري في المعسكر عشان ياخد رايي في موضوع سويسرا. فقلت له عصام لا، اوعى تروح. وسالته سؤال، انت بتاخد اعلانات قد ايه في السنه؟ كان جاي لي بعربيه بي ام دبليو، فبقول له بضحك معاه بقول له العربيه دي بكام؟ قال لي بكذا. قلت له بتاخد كام اعلانات؟ قال لي اظن في الوقت ده كان 6 أو 7 مليون. قلت له ده عشان خاطر عيونك العسل دي؟ فضحك. ولا عشان النادي الاهلي القلعه العظيمه والاسم الكبير؟ قال لي عشان الاهلي. قلت له طب يبقى انت خسران. قال لي ده القيمه في الوقت ده كان كبير قوي. قلت له ولو انت جاي تاخد نصيحتي. كان جاي مخصوص للسؤال ده، ويمكن ده اول مره اقوله. قلت له اوعى خليك في النادي الاهلي، اصل فيه وبيتعامل جوزيه. قلت له مهما يكن المدرب بيمشي، لعيب قاعد، اوعى تمشي. ده حقيقي. ومشي وجرب. هو بيقول لنفسه الأيام دلوقتي وترجع طبعا. هو بيقول يا ريتني ما سبتش. وقالها يعني. فانا بقول، وخاصه اني يعني عنده لسه المستقبل صبحي كبير قوي،
واوريدي هو مش محتاج فلوس، يعني عايز اقول عامل فلوس، وطول ما هو حتى والوضع اللي هو فيه كويس، فيه كويس مع النادي الاهلي، مع النادي الاهلي كاعلانات مع كذا. فطبعا ولكن كل واحد بيبقى له دماغه وحساباته. انا بحترمها، انما كرايي كفكر صالح اخطا، هو اخطا وهيخسر كتير. يعني راي الكابتن فكري قال اللي انا قلته لكابتن عصام وقتها، احسب الحسبه صح، لانك انت مؤكد مش هتطلع، لو طلعت مش هتبقى انت كسبان. طيب انا عايز اخرج من دي بايه؟ ودي برضو عمليه الاحترافيه يا استاذ ابراهيم. ساعات بنسيل الكلمه دي من غير ما نحس. يعني يبقى اللعيب في مصر بياخد له 20 مليون جنيه و15 مليون جنيه في السنه، واول ما يقعد قدام اعلامي من دول يقول له ما نفسكش تحترف؟ امال هو بيعمل ايه في مصر؟ امال بيعمل ايه في مصر؟ ما هو لازم اللاعب اذا كان يسال هذا السؤال هو مش بيحس انه محترف في مصر. ومن ثم لا يحترم، هو الاحتراف عنده ختم الباسبور والصف، من ثم لا يحترم تعاقده. اما يجي يقول له نناقش قضيه بدون يعني انها نعمل اسقاطات على لاعب معين دلوقتي، يمشي ولا يقعد؟ عقده بيقول ايه؟ مرتبط كام سنه؟ ما يقدرش يقول عايز امشي، ما يقدرش الا اذا النادي كان مصلحته تتفق مع مصلحه اللاعب ويمشي، او النادي عارف هيعمل ايه لو مشي. انما النادي مش، لكن فكره انك تقول للاعب لا، ده على فكره ده حقه، لا مش حقه، حقه لو خلص عقده، حق النادي وجماهيره هو الانديه دي بالذات، الانديه الشعبيه اللي هي ليها التزامات اقليميه زي الاهلي والزمالك وبيراميد والمقاولين والاسماعيلي واللي بيلعبوا بقى والاتحاد اللي بيلعبوا والمصري اللي بيلعبوا بطولات خارجيه مرتبط بيها باجنده وقايمه، حق الانديه دي. ما كل لعيب يمضي عشان يتالق ويبقى النادي هو اللي مديله ايده واخد بايده وعلمه وكبره وعمل له قاعدته الجماهيريه اللي بيضغط بيها على النادي الاهلي وعلى نادي الزمالك وعلى الانديه الشعبيه عشان يقول لك ده من حقه يمشي، مجرد انك تقول الكلمه دي ده عدم احترافيه. لا مش من حقه يمشي، لكن ممكن يمشي، ممكن يمشي ازاي؟ لو اتفقت مصلحه النادي مع مصلحه اللاعب في خروجه في هذا الوقت، غير كده ما فيش حاجه اسمها ده من حقه ابدا. حقه لو عقده يخلص، ما يجي يمشي ما نزعلش منه. هتقولي زعلان تاني من كابتن رمضان ليه؟ قلنا لكم كان ممكن ما نزعلش خالص لو من اول دقيقه خلاص يا جماعه ما تعملوش حسابكم انا مش معاكم، خلاص مش هجدد، هروح حته تانيه، انتهى. او انا رايح الحقيقه لان العرض اللي جاي لي مش هقدر اقاومه، كان هنزعل شويه بعدين نتفاهى. انما بقى نديها ونلبسها بدل ضيقه عليها او واسعه عليها وتستعملني يا هرم، نتكلم بقى في الاحترافيه ونتكلم بقى في الطموح، ده عيب. خلينا ندي حاجه منطقي، انت اي واحد فينا ممكن يضعف قدام ارقام معينه. الحق الانساني، الحق الانسان عشان ما نصدرش على الناس، لكنه ولذلك والنبي كلمه خليك مسؤول عن اختياراتك الاحترافيه، بس ايه يحترموها شويه، لان لعيبه مصر محترفين قوي قوي قوي، وبطولات النادي الاهلي مسمعه بره قوي قوي قوي. من المغرب الشقيق المحلل الرياضي الاستاذ ربيع العفوي في قناه الكاس، رايه في تتويجات الاهلي سرها ايه؟ سأبدأ بالأهلي المصري. كابتن ربيع العفوي، توج للمرة التاسعة بلقب تشامبيونز ليج الإفريقية، انتصار الخبرة. الخبرة أتفق معك تماما، لك كذلك انتصار للهيكلة الموضوعية، وكذلك لأن النادي لديه أعراف وتقاليد. لما نتكلم أعراف وتقاليد نتكلم على العديد من الجوانب. الجانب التسييري أن كل شخص يأتي إلى النادي لخدمة النادي وليس لأهداف شخصية. ثم إذا ما تكلمنا عن الجانب التسويقي، نتكلم على تقريبا النادي الذي يعرف كيف يسوق صورة النادي، وهذا يدر عليه مبالغ ضخمة. إذا تكلمت عن مبلغ اليوم، من الصعب أن نقول بأنه نادي يتواجد بالقارة الإفريقية، نتكلم على ميزانية النادي في 2020 تقريبا 140 مليون دولار، وأعتقد ميزانية كبيرة وكبيرة جدا تخول له على انه ينتدي بافضل اللاعبين محليا وقاريا، وهذا ما يعطيه فرص كبيره من اجل هذه التتويجات، سواء كذلك كانت محليه او قاريه. ثم كذلك على المستوى الانضباطي، وهذا شيء مهم بالنسبه لكل نادي، لما كل شخص سواء كان من الاداره او لاعب يقوم بتجاوزات على الفور يتم معاقبته، سواء معاقبه
معاقبته خاصه عن كان ما كانت يعني العقاب كما كيف ما كان معنوي او مادي. وعنصر كذلك مهم وهو العنصر الانساني اللي هو الاعتراف والامتنان. تلاحظ معي اخ هيكل من اكثر النوادي التي تستثمر في لاعبيها لما كانوا يلعبون كره قدم سواء على المستوى التسييري او على المستوى كذلك الفني. لما نتكلم عن المستوى التسييري تذكروا صالح سليم الرئيس الاسطوري الذي كان لاعب كره قدم، محمود الخطيب حالي الذي كان لاعب كره قدم، سيد عبد الحفيظ الذي هو المدير الرياضي والذي كان لاعب سابق لنادي الاهلي، كل عوامل تخلي ان نادي الاهلي يحقق ما يحققه. والانجازات صراحه هي انجازات منطقيه مع الجنوب التي يعني سردتها في هذه المداخله. دي رؤيه الزميل المغربي ربيع العفو، انه النادي الاهلي زي ما المهندس عدلي اشار عنده هيكله اداريه سليمه، عنده تراكم خبرات جيد، عنده حاله احترافيه بتمكنه زي ما قال ربيع العفوي انه بيستثمر في قدراته وفي كوادره. قال لك كره القدم كل نجومها وكل اللعيبه اللي بتتراكم عندهم خبرات بيرجعوا هم اللي بيديروا النادي، بيديروه بخبراتهم اللي النادي استثمر فيها. كابتن صالح سليم نجم كوره كبير، كابتن حسن حمدي نجم كوره كبير، كابتن محمود الخطيب نجم كوره كبير، وحتى لما اتكلم قال لك وكابتن سيد عبد الحفيظ كان لاعب اصبح دلوقتي مدير كوره. هو ده التواصل. لكن مع هذه الرؤيه العربيه والخارجيه اللي واضحه جدا للنادي الاهلي واسباب تفوقه، نرجع للداخل وندور على الفضيله الغائبه، الاحترام ليه ما يكونش موجود؟ الاحترام عند الجماهير بيهتز والصوره بيتصدر لها شيء من الاحتقان بسبب المعلومات الغلط اللي دايما وابدا في كل حاله او في كل حلقه بنقول يا جماعه انتوا بتصدروا كلام غلط للجمهور. والكلام الغلط لما يطلع مع حد صغير مش مشكله، لكن لما يطلع من فنان كبير كبير بحجم وشعبيه وقيمه الاستاذ هاني شاكر في الكلام عن عقده الاضطهاد مع الاستاذه لميس الحديدي، يبقى كلام مهم نسمعه. الزملكاويه كلهم حاسين بالمظلوميه كده وباحساس بعدم العداله. يا جماعه ده بيحصل، انت مش حاسه؟ لا مش حاسه. يعني انا هقول لك حاجه، انا ملحوظه يمكن امبارح بالمناسبه لقيت خالد الغندور معلق عليها في قناه نادي الزمالك لما الاهلي لعب او الماتشات العشر ماتشات الاولانيين بتوعه هيلعبهم تقريبا على ارضه. هل ده عدل؟ اكيد مش عدل. اكيد في حد شايف رؤيه مختلفه في قرار ما. الرؤيه بتاعت الامن وكده لا، ما الامن بسم الله ما شاء الله وهو هينحاز للاهلي ليه؟ يعني انا عايز اديكي مثال، هو انا بتكلم على المنظمين المسابقه، على اتحاد الكوره، مش على الاهلي. اكيد مش هينحاز للاهلي. لا بينحاز للاهلي، ده كان اتحاد الكوره رئيسه زملكاوي. لا بينحاز للاهلي، يعني زي ما بقول لك الزمالك العشر ماتشات الاولين دول. طب يا ريت تبقي تخشي تبصي على الموضوع ده. والله يا لميس يعني والله هبص، بس احنا يعني عايزين نقول انا دايما عندي احساس ان العدل... انتوا حاسين بمظلوميه بزياده. ما هو ده بيجي من هنا. العدل دايما ان الفريق بيلعب ماتش بره ارضه وماتش على ارضه، ده العدل. لكن مش العدل ان انا العب 10 ماتشات الاولانيين في الدوري منهم 8 او 9 على ارضي، لا ده مش العدل. هو الاهلي هيلعب 10 ماتشات على ملعبه في دوري لم يعلن عنه غير 7 اسابيع. ولا خش شوفي، طب ما تيجي نخش نشوف يا استاذ هاني. يعني اقول لك فلان فلاني قال امبارح، ما هو السنه اللي فاتت لا اللي لعب 9 ماتشات على ملعبه ورا بعض كان النادي الزمالك السنه اللي فاتت 9 ماتشات وهو ملعبه مساله يلعب يعني اللي هو ايه ملعبه. طب ما بيتر سبورت كان ملعب الزمالك من السنه اللي قبل اللي فاتت، والسنه دي على فكره جاب الموافقات انه يلعب على بيتر سبورت. الاهلي عمل عقد السنه دي وقعدوا الناس تسخر منه مع وي وسلام الملعب الاهلي وي وسلام. فبعد ملعبه طالما ان عنده ملعب هيلعب ماتشاته عليه. الزمالك لما حدد ملعبه باستاد القاهره هو والاهلي، والاستاد مغلق لغايه 15 يناير، هو والاهلي عايزين يلعبوا على الاستاد. الاهلي خلاص ملعبه استاد الاهلي. الماتش الوحيد اللي اتبدل الوحيد المحله بناء على طلب المحله، وشكرونا الناس قالوا لو الاهلي كان اتمسك كنا لعبنا الماتشين بره. اذا يا استاذ هاني علشان ده برضه تصدير لمعلومات بتعمل احتقار. طيب إيه؟ ونرجع نتكلم في المظلوميه وان الاهلي المفتري واخد حاجه مش حقه. العظيم القاهره فيها انديه كتيره. طب الاهلي لما يجي يلعب مع الانتاج الحربي
ياخدوا ويروحوا يلعبوا في حته ثانيه ولا يلعبوا في القاهره. والزمالك ما هيلعب على كده. والزمالك ما ينطبق عليه نفس الحكايه، ما السنه اللي فاتت الزمالك اول 9 أسابيع 9 مباريات كاملين ما خرجش بره القاهره. وفي فرق بين بتروسبورت والكليه الحربيه واستاد الاهلي في السلام؟ في فرق يعني؟ لما الامن يقول، طب ما هو الامن قال ان المحله مش جاهزه، وجبنا الراجل رئيس نادي المحله او نائب الرئيس قال احنا اللي طلبنا، هم اللي طلبوا فتم التبديل عشان الاهلي الدور الثاني يخرج بره، يخرج المحله، انت يخرج المحله، ولو لقيت ماسك ما كانش هيروح له. والزمالك السنه اللي فاتت الزمالك راح اسوان، الزمالك ما راحش اسوان، الاهلي راح اسوان، والزمالك لعب المباراتين بتوع اسوان في القاهره، الاهلي ما قالش وما حاسش بعقده الاضطهاد اللي مدام لميس عمال تقول لك عليها. فارجوكوا كفايه تصدير معلومات غلط تعمل حاله خاطئه عند الجمهور، لكن الحقيقه واحنا بنتكلم على الفضيله الغائبه وعلى الرغبه في استعاده العلاقات المحترمه، استوقفنا تصريح او مداخله للواء المستشار عماد عبد العزيز. وعلى فكره لما بقول لواء مستشار لانه مستشار في القضاء العسكري ولواء عسكري، فالراجل واخد اللقبين، لواء مستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك. ودي الفضيله بقى كان له بقى كلام ايجابي جدا لازم ناخده ونبني عليه. هل هنيتوا النادي الاهلي النهارده؟ الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي يا فندم كان في دبي واستلم جائزه النادي الاكثر حصولا على البطولات في الشرق الاوسط، هل بتبداوا علاقه جديده؟ هل بعتوا تهنئه او شيء للنادي الاهلي يا سياده المستشار؟ النادي الاهلي نادي كبير ونادي جماهيري ونادي بطولات، ونادي الزمالك نادي كبير ونادي بطولات. احنا بنبارك طبعا للكابتن محمود الخطيب. هل في برقيه رسميه اتبعتت؟ وانا بقترح ان تبقى في برقيه رسميه في بدايات يا سياده المستشار، يعني لان انتوا في النهايه انتوا قدوه للجمهور هنا وهنا، يعني انتوا بتكسبوا احنا كلنا والنادي الاهلي يهنيكم، الاهلي نفس الحكايه الزمالك يهنيه، يعني هل في برقيه رسميه باسم الاداره بتاع نادي الزمالك للنادي الاهلي؟ احنا يا فندم انا لسه سامع الخبر ده من حضرتك دلوقتي، طبعا هيتم بحث الامر ده طبعا، والنادي الاهلي ونادي الزمالك لا فرق بين الزمالك والاهلي ولا الاهلي والزمالك، كلنا اخوه واحنا درعي الامه طبعا طبعا الرياضه المصريه، لا اهلي بدون زمالك ولا زمالك بدون اهلي. يعني هو ده اللغه اللي احنا عايزين نسمعها بين الانديه والمسؤولين بالذات الكبار، مش يبقى واحد بيتوج وتاني بيقلل من 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 انجازاته. لا، كابتن خطيب اشاد بالزمالك واداله احترامه صحيح، وبعدين ابتدى يفرح بناديه. سياده اللي هو المستشار اشاد بالاهلي والزمالك وقال قود باي الكوره، وان هم لا غنى لاحدهم عن الاخر عشان المكانه، وده باين حتى في التصنيف في الاتحاد عن القرن الماضي، الاهلي الاول الزمالك الثاني، يبقى احنا في صداره المشهد الافريقي الاقليمي. هذه اللغه هي المطلوب تصديرها باستمرار يا جماعه، مش مطلوب منك انك تقول لا والله هو احسن مني، لا، يبقى في مغالاه هنا. يقول لك انا والاهلي احنا الاثنين كبار، انتوا احنا الاثنين كبار، لكن سيب بقى الاخرين يقيموا كل المشهد، ومفيش داعي ان احنا مش بنلعب رياضه عشان نغيظ بعض. دي ده يا جماعه والله الرياضه ان تنتصر على نفسك بضعفها، فلا تتغر ولا تنكسر، بسيطة، مالكش دعوة بغيرك. بسيطة جدا. احنا بنلعب رياضة عشان اللي هتشوفوه بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة فاتنا في البداية إن احنا ننعي إلى جماهير وقراء مجلة الأهلي بالخصوص رحيل المؤرخ والموثق التاريخي لمجلة الأهلي الأستاذ عادل مرسي. عادل مرسي ابن كفر الزيات، واحد من اللي أحبوا التوثيق الصحفي عن بعد، حتى هو مقيم في كفر الزيات كان مشغول جدا بالمعلومة والتاريخ والأرشيف والتوثيق، وساب الحقيقة تراث كبير جدا عبر صفحات مجلة الأهلي لسنوات طويلة، وهو بيثري المجلة بإحصاءاته وأرقامه ونظرته الأرشيفية. كمان على ذكر كفر الزيات فاتنا أيضا أن نعزي المهندس عادل القيعي في فقيد ابن عمه الكابتن ميم القيعي. ميم القيعي واحد من عشاق الكوره قوي، الرياضي جدا، الزملكاوي المحب للتحكيم والمتابع للحركه التحكيميه، وكان مراسل لصحف دار التحرير لسنوات طويله من كفر الزيات. البقاء والدوم لله في وفاه ميم القيعي.
وايضا البقال الله في رحيل الاستاذ والموثق التاريخي عادل مرسي رحمه الله على الجميع. عادل الحقيقه يعني كان بيقدم تجربه جميله جدا مع مجله الاهلي. صحيح. وفيها مجهود وفيها تاريخ حقيقي. صحيح. رحم الله عليه وكان بيصارع المرض بقى له كام سنه. صحيح. ربنا يرحمه ويرحم ميمي ويرحم كل اللي فقدناه. على ذكر مجله الاهلي، مجله الاهلي ظهرت النهارده في الاسواق وهي تحمل اللقطه اللي بتسعد كل الاهلاويه اللي قلت لكم عليها من بدري. الرياضه بتتمارس عشان كده، الاهلي يمارس الرياضه من اجل هذه اللحظه، من اجل الوصول الى الدرجه اللي تخليه راسا براس وكتفا بكتف مع اساطير الكره في العالم، غلاف المجله الكابتن محمود الخطيب ورئيس ريال مدريد وكريستيانو رونالدو. دايما يستحضرني عنوان كده نفسي الاقي له مناسبه، الاهلي واللعب مع الكبار. الاهلي في حته انه بيلعب على طول على ابعد نقطه في اي مجال، يعني هذا الاحتفال تخيل انك انت انه الاهلي يبقى اسطوره بين اساطير العالم، تكون موجود فيه عشان يحتفى بك، مش انت رايح ده مجرد انك تتعزم عشان تحضر هذه الاحتفاليه في تكريم، فما بالك ان يحتفى بك. طيب هذا التكريم الرائع اللي عمله مؤتمر دبي وشرف بحضور الكابتن محمود الخطيب، تسلم الكابتن محمود الخطيب جائزه النادي الاهلي نادي القرن وايضا الاكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الاوسط، ولو حبينا ان احنا نقول على مستوى العالم اديكم عارفين الاهلي يجي بعد ريال مدريد في الحصول على البطولات القاريه عامه، ويتصدر الاهلي قائمه انديه العالم كلها في الحصول على البطولات الكرويه المتنوعه. اعتقد انجاز كبير جدا ولحظات كان فيها فخر حقيقي. مؤكد مؤكد، انا زي ما بقول لك كده، انت متخيل شعور الناس اللي واقفه تتكرم كريستيانو رونالدو وكل الناس اللي طلعت تتكرم، ها؟ وواقفين مع النادي الاهلي، احنا بنعرف معلومات عن بعض من خلال هذه المناسبات. أيوة. يتحدثون عن الاهلي ويقدرونه ويقابلوا رئيسه اللي كان احسن لاعب في افريقيا، اسطوره الكره المصريه، اللي بعض الناس بيقول لك يعني ايه اسطوره؟ ما هو الدنيا هي اللي بتجاوب. العالم يجيب على هذا التساؤل الخبيث، واخد بالك؟ او يعني الذي يريد ان ينكر الحقائق. فهو الخطيب كلاعب كوره، هو لو خطيب حضر الاحتراف الحالي ولقى شركه تحتضنه وتقدمه للعالم كان عدى كل الناس، ده ما كانش هيبقى اقل من جورج وايا ولا الناس اللي خدوا افضل لاعب في العالم، لان مهاراته كانت تضعه في هذه المكانه. طيب هقول لكم مردود هذا الحفل وهذا التكريم وهذا الاحتفاء وهذا التقدير للنادي الاهلي، مش احنا اللي قلناه، انتوا شفتوا مجله الاهلي في عدد خاص جدا عظيم يا اهلي اسطوره بين اساطير العالم. طب الناس بره وسائل الاعلام العالميه والعربيه والاماراتيه ارض الحدث شافت هذا التكريم وهذا التقدير للنادي الاهلي ازاي؟ صحيفه الخليج الاماراتيه ابرزت ان الخطيب فخور بتتويج الاهلي في الامارات، وتحدثت في تقرير مطول ليها عن فخر الكره العربيه والقيمة الأهلوية الكبيرة. والخطيب كمان لجريدة البيان الإماراتية قال لك فخورون وسعداء بالوجود في دانة الدنيا، في الإشارة إلى دبي. الاتحاد الإماراتية أيضا الصحيفة الإماراتية الكبيرة، الأهلي المصري صائد الألقاب في الشرق الأوسط. جلف نيوز الإماراتية تحدثت عن الحفل وقالت إنه التتويج المارد الأحمر نجح في الفترة من 2001 ل 2020 في حظ 13 لقب قاري، وأبرزت انتصارات الأهلي الكبيرة، وقالت عن هذا الحفل الرائع اللي أقيم في فندق أرماني عند سفح برج خليفة في وقت متأخر من مساء الأحد، وأبرزت حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وكبار المسؤولين على في مجلس دبي، وعلى هذا التقدير الكبير للنادي الاهلي بحضور الشيخ منصور بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي اللي توج الفائزين وبينهم الكابتن محمود الخطيب. المنيوز كان موقعها ايضا عن جواز جلوب سكر انه ريال مدريد وكريستيانو رونالدو والاهلي المصري الافضل في القرن الواحد وعشرين. احنا بنتكلم في القرن الواحد وعشرين، مش في خناقه يافطه القرن العشرين. احنا بنتكلم بين اساطير العالم
عن قيمة الأهلي في القرن الواحد وعشرين. جريدة الشرق الأوسط الدولية قالت رونالدو وريال مدريد والأهلي المصري أبرز المتوجين بالجائزة. وموقع قناة العربية قالت أسطورة القدم المصرية يوجه نصيحة لصلاح في الإشارة إلى كلام الكابتن محمود الخطيب لقناة أبو ظبي عن محمد صلاح ونصيحته ليه. أيضا دويتش فيليا الألمانية عن حفل التوزيع في الجوائز الأسطورة يتسلم الجائزة. ده تقدير أو تقرير الوكالة الألمانية عن الكابتن محمود الخطيب، الأسطورة يتسلم الجائزة. وكالة سبوتنيك أيضا هي الأخرى قالت الخطيب يتحدث عن الزمالك وينصح صلاح. وشفنا الكابتن محمود الخطيب لما تكلم لمراسل قناة أبو ظبي وتكلم على نهائي دوري أبطال أفريقيا قال لك اللي جمعنا مع نادي الزمالك وده منافس شقيق وكبير ومحترم، فحتى ده كان له مردود جيد جدا في الحديث عن قيمة التنافس الرياضي المحترم. هكذا الكابتن محمود الخطيب لما يتحدث عن الزمالك ولما ينصح محمد صلاح يبقى له هذا المردود الخارجي. قناة روسيا اليوم قالت الأهلي يمثل العرب في حفل جلوب سكر، وقالت في تقريرها عن المالد الأحمر أنه حصل النادي الأهلي على جائزة نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط المقدمة من جوائز دبي جلوب سكر بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية. صحيفة ديلي ستار الإنجليزية هي الأخرى أشادت بإنجازات النادي الأهلي وأبرزت إنجازات المارد الأحمر وتتويجه باللقب الأفضل في قارة أفريقيا والأكثر تتويجا في الميدل إيست أو في الشرق الأوسط. سبورت بيزنس أيضا كموقع قال نجوم الكرة في العالم في هذا الحفل الكبير وإشادة بحضور النادي الأهلي. صحيفة آس الأسبانية وسعة الانتشار هو الخطيب يتحدث عن كواليس الموسم. عايز أتوقف عند سبورت بيزنس. يعني كل اللي فات ده إعلام. هنا دخلنا في البيزنس. ايوه يعني دي صحيفه يستوقفها انجاز النادي الاهلي على المستوى العربي والافريقي والاقليمي والعالمي. دي يعني تعليق مهم جدا. الاسبانيه الصحيفه الرياضيه الشهيره قالت في تقريرها ان الخطيب اعرب عن سعادته باختيار المارد الاحمر نادي القرن في افريقيا للمشاركه في هذا الحفل، واشارت الى ان هذا يعد شرفا كبيرا ان يكون النادي ممثلا للانديه العربيه والافريقيه ومنطقه الشرق الاوسط. وتناولت الصحيفه الاسبانيه إذن في نسختها العربيه كلمه الكابتن محمود الخطيب مع قناه ابو ظبي اللي اشاد فيها بالاهلي وانه السفير للكره العربيه والافريقيه في المحافل الدوليه. ده معناه ايه بقى؟ انت تتجول عبر العالم من خلال اعلامه. يرصد النادي الاهلي في هذه المناسبه ويتحدث عنه، وعشان يتحدث عنه لازم يدي معلومات عنه، فيبتدي العالم يدرك يعرف النادي الاهلي اكثر واكثر واكثر، وهنا ترتفع القيمه التسويقيه للنادي الاهلي. أيوة. والقيمه الفنيه للنادي الاهلي. أيوة. والقيمه الادبيه للنادي الاهلي. التاريخ لا يكذب، العالم يحتفي بك ودع من يشكك هو حر، ولكن ان تتجول في اسبانيا وانجلترا والمانيا والخليج والنمسا ويعني جولة كبيرة جدا. مش عايز انسى كل الناس اللي غطت، احنا يعني تعمدنا ان حضرتك تقولهم ورا بعض عشان نعلق مرة واحدة. هذه هي القيمة الحقيقية لانجازات النادي الاهلي التي تترجم على الصعيد الدولي. هذه هي القيمة الحقيقية للنادي الاهلي. من 20 سنة الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله يتسلم في جوهانسبرغ جائزة نادي القرن. كابتن حسن حمدي يكرم من قبل الاتحاد الافريقي كافضل رئيس نادي في افريقيا. والكابتن محمود الخطيب في دبي في قمه سعادته وهو يتسلم جائزه النادي الاهلي. نشوف. And the top title winner is الاهلي. And accepting the award for Al Ahli is club president and Egyptian football legend Mahmoud Al Khatib. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحقيقة يمكن في البداية بذكر مجلس دبي الرياضي ومبادرات الشيخ محمد بن راشد الدولية للاحتفالات وللإنجازات الرياضية على المستوى العربي والعالمي. يعني النادي الأهلي وجوده النهاردة في مثل هذا الاحتفال هو بالنسبة لنا شرف كبير، وبيسعدنا وبيسعد كل أعتقد المنطقة العربية والأفريقية. النادي الأهلي بيحاول بقدر الإمكان إن هو يعني يقدم شيء نجاحات تنافس الأمور العالمية. نتمنى إن احنا ننجح في دوت إن شاء الله. النهاردة وجود النادي الأهلي كممثل المنطقة العربية والأفريقية في هذا المحفل العالمي الكبير، أعتقد ده أمر بالنسبة لنا بيسعدنا كلنا وبيشرفنا كلنا، ونتمنى إن شاء الله في القادم يكون أفضل بإذن الله. تاني بشكر كل السادة الحضور وبشكر مؤتمر دبي العالمي على هذا الاحتفال. يعني شكرا، السلام عليكم. مبروك. طيب اللقطة دي تذكرك مع الفارق التانية عن إنجاز 100 سنة، دي عن إنجاز عقدين بوقفة الكابتن صالح، ويأتي تداول الأجيال ليقف الكابتن الخطيب هذه الوقفة. حتى الآن الأهلي يحقق هذا الأمر، لكن خيالنا احنا الاثنين ذهب بنا هو النادي الأهلي يعني بيستشرف الأمور قبل ما تحصل ازاي. يعني فكرة ان النادي الأهلي يعمل شركة ويبتدي يفكر ان النادي الأهلي يدار من خلال مجموعة من الأنشطة بشركات متخصصة. تخيل بقى الوقفة دي لو انت طارح أسهمك في البورصة تعمل ايه في أسهم النادي الأهلي؟ هي دي يا جماعة، والله هي دي القيمة المتراكمة، محدش يكلمك في أي حاجة تانية. هي دي القيمة المتراكمة اللي بتخلي النادي الأهلي أعلى قيمة تسويقية، اللي بتخليه أعلى في قيمة في البث التلفزيوني، اللي بتخليه أعلى قيمة في الرعاية، اللي بتخلي استثماراته في الإعلام تبقى متصدرة جميع الاستفتاءات. هو ده النادي الأهلي الذي يقدم النموذج الاحترافي الحقيقي. يا اللي بتقوله الاحترافية، هو اللي عنده السلامة المالية، هو اللي عنده شركة تدير هذه الأمور، هو اللي عنده ميزانية واضحة فلوسي جاية منين، هو اللي عنده بيقول بصرف إزاي وأين مصدر أموالي. هو ده النادي الأهلي اللي خد الرخصة بجدارة مش بمجاملة. لكن هو إيه السر؟ الأهلي مر بظروف، إيه سر إن الأهلي يحقق كل هذه النجاحات وهذه الإنجازات رغم كل هذه الصعوبات؟ الكابتن محمود الخطيب في كلمته في أبو ظبي أعتقد كشف عن هذا السر. من أساطير كرة القدم العربية الأفريقية وأيضا العالمية، شخصية محبوبة بشكل كبير في العالم العربي وأيضا في كل أنحاء العالم، بما أنه كان لاعبا كبيرا وأيضا رئيس نادي كبير، هو محمود الخطيب. كابتن محمود تحياتي لك كلاعب سابق، كرئيس حالي للنادي الأهلي المصري مرة أخرى في دبي من أجل حضور هذا المؤتمر العالمي وجلوب سوكر ووردز. بشكرك جدا، وبشكر الحقيقة مؤتمر دبي العالمي، وبشكر يعني الحضور كلهم. وإحنا كنادي أهلي الحقيقة يعني تمثيلنا النهاردة في الاحتفالية شيء بيسعدنا وبيشرفنا. كابتن محمود، نتحدث عن الأهلي المصري بقيادة محمود الخطيب، ربما يعني كنت لاعبا كرئيس، كيف كانت الأمور؟ ماذا تقول؟ ربما أكيد طرح عليك كثير من المرات هذا السؤال، لكن أعتقد أن الإدارة أيضا صعبة جدا في نادي مثل نادي الأهلي. هو السؤال بيطرح كثير، بس أنا أساسا ما بطلعش في الإعلام أساسا، يعني بدي يمكن أول مرة أعمل انترفيو، مرة واحدة بس عملت في قناة الأهلي يعني. لكن لا شك أنه طبعا يعني الكام سنة اللي فاتت كانت فيها بعض الأمور يعني، لكن الحمد لله بالإخلاص في العمل والشغل أعتقد النتيجة الحمد لله مرضية وطيبة، ويستحقها النادي الأهلي أنه يكون على منصة التتويج أو منصات التتويج الحمد لله بالنسبة لي بطولة أفريقيا وبطولة الدوري العام وبطولة كاس مصر. النادي الأهلي دائما بيلعب على البطولة يعني، الحمد لله أن ربنا كرمنا بيها، وده فضل كبير جدا جدا من ربنا، ودعم جمهورنا وإخلاص ولادنا اللعيبة وجميع الأجهزة اللي بتعمل في النادي الأهلي إخلاصهم في العمل يعني. يعني الإخلاص، الكابتن الخطيب بيقول لك الظروف الصعبة كان مهم جدا فيها الإخلاص،
ما هو ما فيش نجاح من غير اخلاص. في شأن الحياه وصدق مع النفس، انك انت ما تتجاهلش مشاكلك عشان تعرف تحلها. وانك انت وانت بتحل بتاخد بالاسباب الحقيقيه اللي لما تعمل كده باذن الله ربنا ينصرك، واذا لم يحدث الان سيحدث غدا، بس تبقى عملت الصح. ده نصيحتنا، دي الروشتة اللي النادي الاهلي متمسك بيها وبيقدمها لاي حد عايز ينجح. هو ده النادي الاهلي، وهي دي اسباب تفوقه. وبعد الفاصل كلام تاني مهم جدا يسعد كل الاهلاويه. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم في لحظات الفخر والزهو بالاهلي اللي جت نهايه 2020 علشان فعلا تقدم للاهلي ما يستحقه من احتفاء واحترام وتقدير، ويقدم رئيسه الكابتن محمود الخطيب في دبي ما يبرهن على قيمه النادي الاهلي واحترام النادي الاهلي لكل الاطراف. دي الفضيله الغائبه. تعمل ايه لو انت على الهوا واقتحم عليك الاستوديو الكابتن محمود الخطيب؟ ده حصل مع الزميل خالد بيومي وهو على الهوا في استوديو ابو ظبي، نشوف. اهلا اهلا، اتفضل يا اسطوره. كابتن سنك أبو. لا لا أبو مسام. لا 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 كابتن. ألف مبروك. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، أسطورة الكرة العربية وواحد من النجوم المضيئة في سماء الكرة الإفريقية على مدى عقود وعقود استمرت مع قيادته لنادي الأهلي الذي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا وأكمل التساعية التي كان يبحث عنها جمهور. يعني هي لقطة رآها الكابتن خالد ورفاقه إنها فيها نوع من تواضع المحترم والتقدير، إن رئيس النادي اللي جاي واحتفى به بيروح يسلم وبيحترم الناس ببساطة وتلقائية، وهي قيمة إنسانية. هنا بقى، هنا أنت بتدي لصاحب الشأن غير إنه اتكلم طبعا الكابتن خالد على النادي الأهلي كلام طيب أرجو إن نكون جايبينه، لكن هو أيضا يتحدث عن شوف الراجل ده وهو جاي يكرم العالم كله بيكرمه ومحط أنظار العالم، برضو خلقه الإنساني عامل إزاي، تصرف عفوي طبيعي بسيط في تقدير واحترام. وهي دي الفضيلة الغائبة اللي احنا بنتكلم عليها من أول الحلقة، إزاي نقدر يسود بينا الاحترام ورد الفعل عن هذا الاحترام. نشوف التقدير عند الصديق العزيز خالد بيومي عن الكابتن محمود الخطيب أليه. يعني أسطورة بالنسبة لنا في الوطن العربي وفي أفريقيا، أسطورة حقيقية بتمثل لنا شيء كبير جدا في كرة القدم المصرية، حتى على مستوى الشارع المصري، حتى على مستوى الوطن العربي. بنتكلم على كابتن محمود الخطيب، مهما نتكلم مش هنديله حقه لا فنيا ولا كرويا ولا حتى على مستوى الأخلاقي ككابتن محمود الخطيب. اللي شفناه النهارده بالنسبه لتكريم النادي الاهلي وتكريم الكابتن محمود الخطيب كالاهلي كنادي قرن، اعتقد ده جاي وناتج من سلسله عمل كبير جدا وسيستم عمل كبير داخل منظومه النادي الاهلي اللي احنا كلنا نتشرف فيها. نتشرف ان احنا مصريين ونمتلك نادي زي النادي الاهلي بكل امانه بكل حياديه. ناس كتير جدا بتتكلم بتقول لك احنا بنجامل الاهلي، ولكن تاريخه والقابه واسمه ووضعه اللي فرضه العالم كله مش على الوطن العربي وافريقيا يتيح لنا الفرصه ان احنا نقول الاهلي فعلا واحد من اعظم الانديه اللي موجوده على مستوى العالم. وجود الكابتن محمود الخطيب اللي احنا شايفينه قدامنا على الصوره، وجهه نظري الشخصيه وسلامه لينا كمان في الاستوديو شرف لينا كلنا، واخلاقيا بيحرجنا دايما انه صاحب حياء كبير. بمثل هذه الاشياء الصادقه البسيطه وتواضع الكبار ينصلح الحال والناس كلها تبقى سعيده. صعبه صعبه، هو لازم التعالي، هو لازم التجاوز، ما هي حاجه بسيطه جدا خلت كل الناس تحترمك اكتر وتحطك على راسها اكتر. ده فيما يتعلق بالقيمه الانسانيه والتصرفات التي تصلح الحال، زي ما بتقول الفضيله الغائبه، حاجات بسيطه. ولكن ماذا عنه وهو يتحدث بقى عن قيمه الجائزه والنادي الاهلي وما يشعر به
خالد بيومي. خالد بيومي خارج الحدود. كابتن خالد، اللقطة بتاعتك مع كابتن خطيب يمكن خطفت القلوب، خطفت قلوب كل الأهلوية وكل قلوب الجماهير المصرية. لحظات الاحترام المتبادل دي بتبقى لحظات ليها قيمة، ليها تمن، يعني ما بنشوفهاش كتير جدا لما نلاقي احترام من أسطورة كبيرة زي كابتن محمود الخطيب، وأيضا أسطورة كبيرة في التحرير كابتن خالد بيومي. أكيد الموضوع لازم نقف عنده ونتكلم عليه. ربنا خليك يا كابتن، يا رب رب خليك. الاحترام طبعا يعني موجود ومتواجد، بس طبعا لازم ندور عليه ولازم نلاقيه لما يكون عندك أسطورة كبيرة جدا في كرة القدم، وتاريخيا واحد من أساطير كرة القدم مستوى الوطن العربي وأفريقيا ومصر كلها كابتن محمود الخطيب، ويقطع عليك الاستوديو ويخش عشان يسلم عليك شخصيا. أعتقد إن ده شرف وسام على صدري إن كابتن محمود الخطيب يجي يفضل الاستوديو ويقطعنا على الهواء لأول مرة في التاريخ، يعني أعتقد ما حصلتش قبل كده من كابتن محمود. وبالتالي احترام الأسطورة واحترام الشخص المتواضع الكبير كابتن محمود لابد أن نقف له كلنا احتراما على ما قدمه وما يقدمه للكرة المصرية وللنادي الأهلي. وبالتالي طبعا ده كان أقل واجب للواحد يوم احتراما وتقديرا لهذه الشخصية الكبيرة جدا اللي بتسطر اسمها تاريخيا إذا كان على كرة القدم وعلى المستوى الإداري بالنسبة للنادي الأهلي. تمام. طبعا كان موقف بالنسبة لي يعني غريب جدا وصعب جدا، ولكن الحمد لله زي ما انت قلت كانت مفاجأة يعني. مفاجأة وفكرة الاحترام الحمد لله، يعني الحمد لله الناس كلها بتحترمك والناس كلها بتحترم كابتن محمود الخطيب، وده وسام على صدرين يكون في العيب بقيمة وأخلاق كابتن محمود الخطيب موجودة في مصر. طيب. في الوطن العربي على فكرة يعني على فكرة الوطن العربي كله بتشرف بكابتن محمود الخطيب. طبعا طبعا مش قادر أفهم ولا أستوعب مصري، يعني مصري بعض الجماهير في مصر لا تقدر ولا تستوعب قيمة محمود الخطيب خارجيا، وبالتالي محمود الخطيب يبقى محمود ممكن الخطيب. ممكن اختلف معاك يا كابتن خالد. فاضل فاضل. لا اختلف معاك في الجزئية دي، لان ما فيش حد ما بيقدرش كابتن محمود الخطيب، يعني اعتقد يعني شايف هو على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا يا كابتن وانت عارف، وشايف السوشيال ميديا وشايف ما وصلنا ليه من مخاطر كبيره جدا جدا، ودي سببها احنا كاعلاميين، احنا ما بقولكش انت، سببها احنا كاعلاميين، سببها ان احنا بنرسخ كلمة التعصب عند الجمهور وبعد كده بنحاسب الجماهير. وبالتالي طبعا هتفق معاك إذا كنت انت اختلفت معاه، لكن هتفق معاك كابتن محمود الخطيب قيمة كبيرة جدا لنا كلنا، وزي ما بقولك هي الفكرة كلها أن كابتن محمود الخطيب يقدر عربيا وأفريقيا وحتى الأجواء عالميا في التوقيت الحالي، وبالتالي لابد من تقديره في كل جزء من الكرة المصرية وإدارة كرة القدم المصرية. لو عندك ثلاث الكلام يعني هو سأل سؤال، أولا الأستاذ خالد بيومي ليه قيمة الكلام أن يأتي من شخص مثل خالد بيومي؟ كابتن خالد بيومي هو شخص معروف أنه اسماعيلاوي، كان عضو مجلس إدارة في النادي الإسماعيلي، زملكاوي، ولكنه في الآخر رياضي أولا، مش في ده في الأول شخصية رياضية مهمة رأيها له اعتباره. هو بيقول لك أنا مستغرب الله يلقى الكابتن الخطيب هذه حفاوة من بعض الناس داخل بلده، يعني كيف لينظر إليه وإن بعض الناس تقول لك أسطورة في إيه؟ بيقول لك إزاي أنا بيندهش من هذا السؤال أن يطرح في الداخل وهو يرى العالم كله وهو يقدره ويقيمه كفرد وبعدين كرمز لمؤسسة تستحق أن يقف لها ويقف له الجميع احتراما. ودي قيمة النادي الأهلي يا جماعة، دي قيمة النادي الأهلي. الصديق المغربي ربيع العفوي لما اتكلم في الفيديو اللي احنا عرضناه لكم في قناة الكاس القطرية قال قيمة الأهلي من قيمة رئيسه أو قيمة رئيسه في قيمة النادي الأهلي، ثم في هذا التواصل لرموز النادي الأهلي من نجوم الكرة الكبار، وبالمفارقة وبالمصادفة الثلاث لحظات المتوهج فيها الأهلي عالميا وأفريقيا ثلاثة نجوم كورة كبار، ما اقدرش ابدا، ورؤساء نادي يشار اليهم بالبنان اساطير، ثلاث اساطير كروية في تاريخ النادي الاهلي، الراحل العظيم المايسترو عليه رحمة الله الكابتن صالح سليم لما وقف هذه الوقفة التاريخية في جوهانسبرج في 22 مايو 2001
كابتن صالح سليم يتسلم جائزة نادي القرن في أفريقيا وهو في قمة السعادة والفرحة والزهو بالنادي الأهلي. أنا أدعو الجماهير إنها تسجل اللقطة دي. دي لقطة تختصر لازم كل جماهير الأهلي يحتفظوا بيها. تختصروا في هذه اللقطة. هذا هو النادي الأهلي في هذه اللقطة الثلاثية المجمعة. صالح سليم عليه رحمة الله في 22 مايو 2001 يحمل وسام نادي القرن. بينهما وزير الدفاع عن قيم وتقاليد وهيبة ومكانة وعظمة النادي الأهلي الكابتن حسن حمدي، واحد من أساطير النادي الأهلي والرياضة في مصر، يتسلم في 15 مارس 2017 جائزة أحسن رئيس نادي في أفريقيا. كان مشي من المجلس، ما كانش موجود، كان المهندس محمود السابقة طاهر. عن كل إنجازاته اللي حصلت، ما دي تراكمات يا أستاذ إبراهيم. أيوة. ده اللي أنا عايز أقوله، هذا تاريخ. احنا مش بنتكلموا على جون جه او بطوله جت، كنا بنتكلموا على مجمل اداء هذه المكانه. وشوف الثلاثه حاجه تفرح، بص الكابتن صالح تشرح القلب، وحاجه كابتن حسن حمدي هذه اللقطه وهو يتدثر بعلم مصر في اديس ابابا في حفل الاتحاد الافريقي، يكرمه كاحسن رئيس لنادي في تاريخ الكره الافريقيه وكأنه على انجازات ما قدم، وكانه رئيس القرن السابق والحالي، رئيس النادي حتى الان. صحيح. لكن في الان في انجازات اخرى مرشحه ان تتجاوز الانجازات العبقريه اللي حصلت. خلينا نقول ان النادي الاهلي في الاخر هو الذي يكرم، ودي كلمه الكابتن حسن، لكن زي ما انت قلت قيمه رئيس النادي من ناديه وهو يضيف احترام وهيبه الى ناديه من ادائه الذي يتاثر بتاريخه. وايه المفارقه دي؟ كابتن حسن حمدي أنهى مجلسه فترة حكمه للنادي الأهلي وهو الأكثر تتويجاً على مستوى العالم، 19 بطولة قارية. كان ريال مدريد بعدينا بالظبط. كابتن حسن سلم مقاليد النادي الأهلي ومجلسه سلم المهمة للمجلس المهندس محمود طاهر والأهلي الأول عالمياً. لكن تخيلوا أن وزير الدفاع على يمينه مايسترو صانع الألعاب وعلى شماله هداف كبير جداً الكابتن محمود الخطيب، وكأنه حتى كرة الأهلي اختزلت الثلاث مراكز لعب في هذه اللقطة التاريخية ليقود الكابتن محمود الخطيب الأهلي في القرن الجديد وهو الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط ونادي القرن الواحد وعشرين، مش في حساباتنا حتى الآن، ويتصدر الأندية العالمية. كابتن حسن ساب الأهلي الأول عالميا، كابتن صالح ساب النادي الأهلي وهو الأول في أفريقيا، والكابتن محمود الخطيب يواصل تسجيل أهدافه الرائعة جدا في المزيد من العلو والرفعة للنادي الأهلي، اللي بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين. سنة سعيدة جدا كانت، سنة صلحتنا أستاذ إبراهيم بشد على مدى قسوتها على العالم، لكن جت على جمهور الأهلي والأهلي وطبطبت عليه، طبطبت عليه. والليلادي هتسهروا وهتستمتعوا بعدينا مع الصديق العزيز الزميل إسلام الشاطر في عودته إلى شاشة قناة الأهلي، يحتفل معاكم برأس السنة مع النجم الكبير محمد بركات والنجم الكبير سيد معوض، ومفاجآت كبيرة جدا هتسعدوا بيها الليلادي. نشوفكم السنة الجاية إن شاء الله يوم الاثنين. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين.